دايما بنقول انه الدوري الممتاز والفوز بيه لاصحاب النفس الطويل، يعني خصوصا في ظل كمان الظروف الغير العاديه والاستثنائيه اللي احنا بنعيشها السنتين الاخر. امتى ممكن مصر المقاصه يحقق بطوله الدوري، او بتفكروا ازاي في هذا الموضوع؟ انا السؤال ده اتسال لي اول ما طلعنا الدوري الممتاز، فقلت الاتي، قلت يا جماعه كل مرحله لها مقومات بتاعتها. انا ما اقدرش اقول ان انا طموحي ان انا اكسب الدوري دلوقتي، لازم قدامي فتره زمنيه طويله لغايه ما يبقى الاساس بتاعي عندي من اللاعبين والامكانيات الفنيه اللي تمكنني من انافس الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك بس بصراحه باعتبارهم يعني قطبي الكره او قمتين، وهم اكثر الانديه فوزا يعني. بالظبط. فانما بيت الانديه يعني ربنا يكرمنا معاها، يعني ما فيهاش صعوبه. ف امتى بقى نوصل لده؟ دي حاجه في علم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، ان احنا نوصل الى فرقه. بس هدف يعني او حلم بالنسبه طبعاً للنادي اي نادي عنده هذا الحلم. اي نادي عنده هذا، ما فيش نادي بيحلم ان هو يبقى في المركز ال 15.